مبروك طبعا للنادي الاهلي. يمكن احنا اوقات كتيره بنقول ان المكسب مهم من غير اداء، اوقات كتيره بنقول يعني، لكن لما تبتدي ترتقي مع الفرق بتبقى ايه، حتى الاستوديو اللي فات قلنا الكلام ده، قلنا لما بتبتدي ترتقي مع الفرق تبتدي تقارن يعني ادائك مع الفرق الافضل شويه. على الورق الجيش افضل من فاركو ومن الداخليه، والنهارده برضو انت كنت افضل من الجيش بكتير جدا يعني. سجلت 3 اهداف في الشوط الاول، الشوط الثاني سجلت هدف، اضعت هدفين ثلاثه كانوا يعني وركله جزاء، هم كمان ضيعوا ركله جزاء يعني. لكن الاداء النهارده الهجومي كان جيد، الضغط كان جيد في مستويات الملعب كلها بشكل عام يعني، وفي نظافه للشباك كمان، ما دخلش فيه جوال النهارده طبعا، دي حاجه جيده طبعا. الشناوي شال كمان ركله جزاء النهارده وتعامل مع الكرات بشكل جيد معظمها يعني. فالنهارده الاداء بشكل عام، اداء الاهلي النهارده يطمنك. لا يقول لك ان لا احنا بنتعامل مع كل مباراه بالمباراه نفسها بالقطعه. خد بالك، وده شيء جيد في ظل الظروف اللي انت ماشي بيه يعني. لو الكلام ده بيحصل في ظل ظروف دوري منتظم، كل اسبوع بتلعب ماتش او كل 5 ايام بتلعب ماتش وما عندكش ضغوطات وبتاع، اقول لك لا الكلام ده ما يمشيش معايا، ما يبقاش كويس، لان اللي جاي هيبقى صعب. لكن انت دلوقتي في ظل دوري غير منتظم غير منضبط تمام، في ظل دوري صعب، في ظل مؤجلات صعبه جدا، في ضغط الدوري عام، فانت فعلا هو ده التوقيت اللي تلعب كل مباراه زي بالقطع بالظبط، المباراه بمباراه، هي انا بلعب النهارده بس، بفكر في النهارده فقط لا غير، مش بفكر يعني على اللونج ران قدام، لخمس ست مباريات قدام، فابتدي تمام. انا بكلمك على التاكتيك نفسه، خد بالك. فالاهلي في الاونه الاخيره بيتعامل على حجم المباراه نفسها زي ما اتفقنا، الداخليه بيتعامل مع حجم المباراه، فاركو بيتعامل مع حجم المباراه قبليها وهكذا تمام، بيعلى وينزل على المباراه نفسها. ناس تقول لك لا الكلام ده مش صح، ما ممكن المباراه تفلت منك، في ناس ممكن يعني تقول لك لا ما هو الكلام ده مش طبيعي، الطبيعي ان ده كل مباراه بمستوى ثابت. لا، في ظل التغيرات الصعبه دي وفي ظل ضغطه المباريات، لا الامر بيبقى مختلف شويه، لان افكار المدير الفني بتختلف. يعني النهارده مثلا انت قعدت امام عاشور، صح؟ مظبوط، انا كنت هكلمك معركه نص الملعب اللي انت قلت قبل المباراه. انا بقول لك قعدت امام عاشور النهارده بالزبط، عشان تقفل على نص، وقد كان انت عملت جيم كويس النهارده، عملت جيم كويس وسيطرت على نص الملعب، من المباريات خد بالك القليله بالظبط للاهلي اللي بشوف الفرقه قريبين جدا من بعض بالظبط، الفرقه النادي الاهلي في الدفاع وفي الهجوم قريبين جدا من بعض، الرجوع الفرقه بترجع بسرعه جدا تمام، في الضغط الفرقه بتضغط بشكل كويس، الثلاثه بتوع مصباح بيضغطوا بشكل كويس النهارده. الادوار بتاعت رامي وربيعه كانت واضحه، رامي ومنعم، رامي ربيعه ومنعم يعني، كانت واضحه في ان هم دايما واقفين في المنطقه اللي قدام تمام. فانت ضغطت على فرقه الجيش، ما اديتلوش مساحه ولا فرصه انه يلعب الكرات الطويله، كل الشوط الاول خدت بالك كلها لونج بولز، كلها على طول كل كرات، فبتروح واحد ضد واحد انت بتسبق في السرعات، او واحد على ثلاثه، فانت خلاص الكره بالنسبه لك ما بتمثلكش زياده العدديه، ما بتمثلكش اي مشاكل. الشوط الثاني كان اهدى بطبيعه الحال يعني، تيجي تقول الشوط الثاني مش عاجبني، ما هو مش عاجبنا كلنا، بس خد بالك ما انت كسبان ثلاثه، هي المباريات كده خلاص، انا حسمت اللقاء، مش محتاج اكسب 6 و7، لا انا محتاج اهدى، بالعكس محتاج اهدى عشان ايه، بحضر نفسي للماتش اللي جاي. انا كمدير فني خد بالك، وانس ان بقت 3-0 خلاص انا بفكر في الماتش اللي جاي، مش بفكر في الماتش ده تمام، لان من الصعب جدا 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 يبقى انا عندي، يبقى انا كسبان 3 وعندي حلول ثانيه هجوميه بره، وعندي لعيبه كمان اقدر اغير وانشط فيهم، وابتدي ابقى قلقان من الماتش. لا انا هبتدي بقى ايه، لا مش هتلعب يا عاشور النهارده، لا خليك يعني كده، هدي بس 10 دقايق لاليو ديانج عشان برضو يبقى موجود معانا، ونريح السوليه او نريح مثلا اكرم وهكذا. هو ده الفكره. عشان كده دايما الماتشات اللي زي دي يا كابتن ايمن، وقلنا مرارا وتكرارا، لازم تكسب بدري، تكسب بدري ترتاح انت كلاعب، تريح المدير الفني، تريح الجمهور اللي قاعد بره هو كمان، خد بالك ما الجمهور بره خد بالك قاعد بقى برضه على اعصابه، انت ليه بتلعب على قد الماتش؟ عشان هي الامكانيات المتاحه في الوقت الحالي كده، انا لازم العب على قد الماتش اللي قدامي، اعلى مع رتم الماتش، يعني رتمي يعلى مع رتم المباراه، فاهم قصدي؟ انزل لما اكون كسبان، فاهم؟ مش هلعب طول المباراه بقى هاجم وعايز اجيب اجوان واروح ومش عارف ايه واكسب بدل 5 اكسب 6-0، انا مش هقول الموسم، انا في اخر الموسم، اخر موسم بالنسبه لي يعني، انا خلاص انا يعني كام داون، خلاص المباراه بالنسبه لي خلصت، الشوط الثاني 3-0 انا مسيطر مستحوذ قدامي فرقه
انا مسيطر عليها بشكل كبير جدا جدا جدا، ما عنديش ازمات. الحته الدفاعيه انا فيها جيد جدا، عامل حته دفاعيه كويسه قوي، ما عنديش، مش كسبان 3 وعندي خطوره. صح، ودي نقطه مهمه خد بالك. انا ممكن ابقى كسبان 3-0 وكل شويه هم رايحين على الجول، كل شويه بيهدد، لكن انا كسبان 3 وانا اللي بهدد، انا المستحوذ، انا اللي بخلق تمام فرص للتهديف، انا اللي دايما بروح على الجول، انا اللي هو اللي عنده المشكله في الحته دي. فالنهارده الاهلي مباراه من وجهه نظري من المباريات الحلوه اللي استمتعنا فيها ب 45 دقيقه كانوا جيدين جدا تمام. الاداره الفنيه كانت جيده، اللعيب في الملعب بتنفذ. شايف النهارده خد بالك برضه يا كابتن ايمن، الحاجات اللي النهارده كانت مهمه جدا، شايف النهارده اللعيبه في الملعب الرغبه كمان، مش بس في المكسب، رغبه في الاداء الجاي. صح فاهم يعني. النهارده طاهر محمد طاهر يعني كل كره بيقاتل، ضيع بنالتي لكنه عمل جول وجاب جول وعمل 2 اسيست اعتقد تمام، واحده لوسام واحده الشوط الاول وخالد عبد الفتاح. فاهم النهارده اللعيبه يعني عايزه تعمل ماتش حلو. وخد بالك انت من النوادر لما بتلاقي الجيم يتحمل انك اللعيبه عايزه تدي في الملعب. فالنهارده لا، الاهلي اداء النهارده رائع جدا، اداء راقي جدا النهارده، في النهارده شغل حلو، حتى كمان مدير فني نفسه مفتوح. النهارده بيعمل لك فاول، بيعمل لك 2 وكورنر بيعمله بشكل مختلف. فالنهارده لا، كمان حتى المدير الفني تحسه فايق، تحسه خلاص. كانوا 10 ماتشات فرق، النهارده بقى 4 ماتشات، انت كسبت 6. فالنهارده بالنسبه له شم نفسه شويه، بياخد نفس. فاهم قصدي؟ يعني بيشم نفسه. كل ما تكسب الماتشات المؤجله، كل انت خد بالك، كل ما انت ترتاح طبعًا. كمدير فني طبعا. نعم يا كابتن؟ طبعا طبعا. من 9 ماتشات بأربعه، ده حمل طبعا عليه. اصبح كمان التخوف الناحيه الثانيه. أيوة. كان الاول عندك انت ضغط عليه، النهارده الضغط عنده هناك يعني. ما زلت انت برضو عندك دب. أيوة. طبعا ما زلت انت برضو عندك لسه شويه ضغوطات، لكن انت برضو بتقيس على ايه؟ بتقيس على كل ما بتكسب ماتش وليفل الماتشات اللي جايه. انت أيوة. عندك الماتش اللي جاي داخليه، هتلعب الداخليه وبعدين طلع الجيش. طلع الجيش فبرضو الامور نتمنى ان شاء الله بالنسبه لك ان شاء الله شويه، فدول يبقوا ماتشين ويبقى لنا ماتشين تانيين باذن الله تعالى ان شاء الله نكسبهم، عشان يبقى الفارق النقاط للاهلي باذن الله الفتره اللي جايه باذن الله رب العالمين. كابتن شريف، يمكن اتكلمت وبين